معاك مشكلة في التليفون، مش عارف الباسورد بتاعه، أو الباسورد بتدخله بيطلع غلط، أو في مشكلة في تليفونك، أو تليفونك مهنج، أو في تطبيقات مش عارف تمسحها. هنعرف الطريقة، سهلة وبسيطة، والطريقة دي شغالة على تليفونات هواوي كلها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. هنعرف النهاردة ازاي نفرمت التليفون من الريكفري، وهي طريقة سهلة وبسيطة، والطريقة دي ماشية على كل تليفونات هواوي. أول حاجة بطفي التليفون، طبعا ده لو الباسورد مش شغال معاك. بضغط على مفتاح الباور وهطفي التليفون، اخترت النوب، بعد كده هضغط على المفتاحين، مفتاح تعلية الصوت ومفتاح الباور في وقت واحد، وافضل ضغط عليهم لغاية ما يظهر معايا اللوجو بتاع هواوي. لو انا فضلت ضغط على الاتنين في وقت واحد كده، المفروض اشيل ايه؟ الصباع اللي على المفتاح الباور. طبعا لو انا فضلت ضغط كده الجهاز هيطفي تاني زي ما عمل معايا كده دلوقتي، انما انا هفضل ضاغط على المفتاح تعلية الصوت، واول ما يظهر اللوجو معايا اقوم شايل ايدي من على المفتاح الباور واسيب تعلية الصوت ايه مضغوط عليه لغاية اما يديني ايه شاشة الريكفري. تمام، هيظهر بقى معايا هنا اهون، انا كده ضغط على مفتاح تعلية الصوت زماني، فتح معايا اهو بتاع الايموشن، وفيها ريستار، فيها كرير داتا، وفيها ابديت مود. طبعا كل حاجة هنا لها وظيفة، احنا هنا مش محتاجين غير وظيفة الكلير، والكلير عندي فيها خانتين، واحدة فاكتوري ريسيت، انا عملت بيها كهوت، اوريها لك من تاني، في فاكتوري ريسيت، اقول له اوكي. كنا الاول في التليفونات اللي اقدم من كده كنا بنضغط على حرف الواي وبنضغط اوكي، كانت بتراستر معايا هنا، لو ضغطت على الواي هنا مش هتظبط معاك. لو انت قريت فوق كده الرسالة هتلاقيه بيقول لك اكتب يس، يعني تكتب له يس ان انت موافق، يعني تكتب واي اي يس، بعد كده اقول له فاكتوري ريسيت، يبدأ معايا نظام الفرمطة. وطبعا الطريقة دي بتمسح كل حاجة على الجهاز، سواء اكونت او باسورد او بصمة او بصمة وش او اي حاجة خاصة، ترجع الجهاز كأنه طالع من علبته. تمام، بعد كده بختار باك واقول له ريستار، الجهاز هيرستر معايا، بس هو هيغيب شوية معايا في الرسترة، ممكن هيقعد دقيقة 36 ثانية كده او دقيقة ونص، لازم تنتظر. فتح معايا اللوجو اهون، هفضل منتظر عادي. زي ما انا قلت، طبعا قبل ما تعمل عملية زي ديت لازم تنقل صورك، تعرف باسورد الجيميل اللي انت شغال عليه، او باسورد اي ايميل انت شغال عليه، ربما مثلا ما تعرفش ترجعه تاني، لان هو ده بيمسح كل حاجة، كل بيانات اللي على الجهاز كله. زي ما انا قلت لك هو بيغيب شويه بعد الريكفري، بعد الفرمطه، والطريقه دي بتبقى افضل من ان انا اعمل له فورمات من جوه. ودايما لو انا ببيع الجهاز، لو انت اشتريت جهاز ورايح تبيعه، قبل ما تديه للمحل اللي هتبيعه لازم تفرمطه بالطريقه دي، بحيث ان لو انت عندك صور خاصه، حاجه خاصه بيك، ما يقدرش يرجعها تاني. ودي افضل طريقة ان انت تعملها. والموضوع ده بيغنيك ان انت تنزل سوفت وير للجهاز، او ان انت تعمله سوفت وير جديد.
هيفتح بقى معايا بقى بعد خلاص خلص الوقت اهون، هيظهر معايا بقى نسخة الاندرويد اللي انا شغال عليها. يدي معايا شاشة بيضة تاني ويجيب لي نسخة الاندرويد اهون. لغة طبعا في مصر كلها اغلبها لغة عربية، حابب تكمل بالانجليزي كمل، تختار اوكي. بعد كده تعمل التالي، انا هنا اخترت عربي ووافقت على الاتفاقية بتاعتهم. بعد كده بتدخل باسورد الشبكة، تختار الشبكة اللي انت شغال عليها وتدخل باسوردها، تعمل التالي. بيقول لك هنا كلمة المرور، بعد كده بتدخل كلمة المرور بتاع اي شبكة انت عارفها وتكمل التالي. بقى دخل كلمة المرور ونرجع مع بعض. بعد كده بيدي لك اتفاقية بتوافق عليها وتقول له تشغيل. بعد كده الجهاز هيفتح معاك عادي، ولو عايز تعمل له بصمة هتعمل له. هيديك اختيارات الاول للبصمة بتاع الايد، نعمل له بصمة. ولو انت طبعا عارف رقم التليفون اللي كان متسجل عليه بترجعه تاني، بحيث انه يرجع لك الاسماء والحاجات المحفوظة. وبتدخل الباسورد بتاع الحساب بتاع هواوي، وبعد كده بتعمل له البصمة بتاعتك والجهاز بيشتغل معاك زي الفل. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي الجهاز بيفتح معايا وشكرا.